اهلا وسهلا بكم من جديد، وتحيه لكل انضم لمتابعتنا من خلال مساحاتنا المختلفه والوصل الممتد بيننا وبينكم من خلال ظلال الاصيل لهذا اليوم. وبنسعد جدا بانه يكون موجودين ضيوف كرام علينا من خلال المساحه دي، ثنائيات الدوبيت والدوبيت وما فيه وما عليه وما عليه من تفاصيله الجميله والسمحه والمساحه اللي احنا بنستمتع بها جدا من خلال القافيه المختلفه والمتميزه، وبندوبي وبننم وبنعمل تفاصيل كثيره شديد معاكم. نحن سعيدين جدا بان نلتقي بكم. الشاعر عبد الله بخيت الكباش، اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ومرحبا بمناطق الشروق، التيم العام، الشعب السوداني اين ما كان. تحيه لكل ذوي تابع مناطق الشروق، تحيه لكم يا استاذ. مرحبا بك حبابك محمد علي ود البقعة، اهلا وسهلا وحبابك. مرحبا والله، وانا والله سعيد كل السعاده انه اطل الليله على برنامج ظلال الاصيل، وسعيد يعني والله سعاده لا توصف. والاكثر سعاده حيكونوا المتابعين اكيد. تسلمي تسلمي. عاوزين تديهم افتتاح. مرحب. قال حبابكم انتوا بنظم ملان ومليت وتقدير واحترام لكل من لاقيته. حبابا يا العزاز عممته ما خصيته، ترحاب ذاته ياصل كل زول في بيته. حباب اخواني اللي فيكم غنائم ودعايه، مبسوط منكم من لاحق عد الغايه. انتوا ذراعي وانتوا اماني وانتوا سعاي وانتوا القدره كان ما تضغط عضايا. حباب الاصل ما كسفوا صديق والخاوة، ذكرى وفسحت كلمتكم بتتقاوى. الخلايف اللي اخوانا نقي نقاوى ليوم يوم ما بيكسر ظهري ما بتقاوى. يا سلام يا سلام. عبد الله حتدينا افتتاح برضه، تقول شنو اللي بتابعوك؟ اخوان اخوك الداير من بطن الرجال اختار ونقينا قاوى وافكر ليه تعامل جاره. السلام. ما يغشك جلوبه وجخه من قطاره، بجوهم بوكل كل ذول لين نار. قبل تخاوي يا اخي تحذر، ما تخايوه ناس في الكلام بتفزر. خاوي يسوي في الحرات يكبر وجزر، وخاوي اللي بيجيك في الواجب ما بيتعذر. تبشر والله. اخوك يا اخويا لازم عينه حمرة شرارة تجيك قدامي عند الواجب وما يضار. احمد ربي على الاخوان دخلت مقدارة انسر روحي كان فكرت اخونا. ابشر والله. اخوك اوصيك يا رفيق الخملة اوعد عامله وحذر ثم ما حذر كتب ما زام. اخوك وريه وظنه صحبه كامله في الدرب الكعب حرم اخوي ما جام. يا سلام. الله كان بقيت الحب وما بحمله ابعد منه اخوتك انت ما وصل. خاوي الروح لاخوانه سسب لنفسه عفيفه حرم من دنس غسله. يا سلام. انا خويت رجال يا اخ رجال بمعاني عند الواجب الاول وصبق الثاني. كان خويت شماد وقروش يا اخواني رب القدره منه والشغار. يا سلام. ديل اخواني ديل بركزوا في اليوم الشوطن وباني. رساله بقولها لي من كل ما خواني في العام وطني والجنس سوداني. اخويا العزه اخويا نباها اخويا يقنع الدعج مع السلفان. غناي عليهم ان بقيت بوجهها موت هسي فد دقيقه ما استناها. اخويا السيوي في الحرات بيكبر كبري اسد الغاب اخوي سم اللي بينبر نبل. غنى عليك كلامتين اندمر في غبري تنقطع ايدي كان الغاهي فوقك انت جابر رجال. يا سلام. فرحت يا هو فرح وكره كامل دور اخوي الغدوه والاخوان دي سد بالشوري. ان داير تعرف اليوت ممتن سوري في الخروع القديم ساكن تعلو اخوي العزه اخوي غلاوه مضروب ايدك حرام لا نوات ما اخوي الصب في الحرات دي لا بيتقاوى ما خاوى زيك يا وليد ما خاوى ما خاوى زيك يا وليد يا خاوى. يا سلام. التحيه يا وليد البصري الشاعر. احنا بنحييه ودي طوالي حتوديني يا عبد الله، لانه اكيد في من خلال الاسره اللي كان بالنسبه لك سند واللي كان بالنسبه لك عونه واللي مد لك يده في طريق الشعر بصوره عامه، وانت قلت انه اخوانك كانوا شعراء قبلك. ايوه. كلمنا عنهم مدوك شنو واستفدت منهم كيف من خلال. والله الخال خال عباس عبد العسر الشاعر ده بقدر بطرح له المرابيع اللي بتجيني وهو اللي بيتمم عليها، وده ساعدني كثير لحد كان ما هو انا ما كان في الشروق اليوم بديني راي عليها ووريني انه ها الرباعيه دي سمحه والله ما سمحه يعني بلقى القبول منه كثير. يا سلام. كان ساندك وماشي معاك في كل المحطات المختلفه، متذكر اول نص كتبته؟ والله بتذكر اديته رباعيه بس. يعني المدوه له كثير المتمم عليه، لكن احد الرباعيات في الغزل بقول له كفلك باي بديت ربعية اقول كم حبيت انا من الشحطن على الراقي كم جلست مرناع ورشوم هذا قال كم يا خالي كم حرقن علي اوراقي قلبي النار زادت قدت العراقي. يا سلام.
بقى. يلا هو بعد كده قال لي تاني تمام ما في كلام، اداك الضوء الاخضر قال لك بعد ده امشي. محمد برضو دايما البدايات بتكون صعبه والله دايما، واول نص بتكتبه بيكون هو عنده مساحه خاصه جواك، ويمكن ذاته علشان توريه للناس بتوريه لهم بحياة كده. فعلا فعلا اول نص كان منو سمع منك وقال لك شنو فيه؟ يعني كانت بتذكر هو اول حاجه دي، اول مربوعه او حاجه تكتبها دي صعب انه استحضرها هسي لك، لكن بتذكر من الحاجه اللي انا لقيت منها قبول. يعني لقيت انه قبول في مربوعه انا طرحتها للاخوان، فلقيت منها القبول، يعني انه يا زول انت طريقك ده كويس. متذكره لينا؟ متذكره، بتذكر فصيلتك نادره فيها الكون مثيل خرافي، ابدا ما بجد وصفك معاني غوافي، هي جدية سماحتك حيرت أوصافي، حلفة قال زي الكعبة غيرك ما في، انت الراحة وانت النعمة في دنياي، وانت البهجة والبسمة اللي على شفتاي، انت ما بجيد وصفك معاني غناي بدورك القمر واحد في سماي. فدي البداية اللي أنا انت بديت طوالب فوق. لا والله يعني يا زول بتلقى انه الحاجة منه كده، لكن الحاجة اللي بحببها عندي الأخوانيات. جميل، طيب خلينا نسمع طوالي منك أخوانيات. قال اخوي الخات ليمي حان الزمان انجلي، ببدع فيه بقولي وخواطر فني، يحفظ المولى والدل النظم ما بتني، وين ما خدت حرم ما بخيب ظني. اخوي وأب جناية وضلك انجل حر، سريع لي ضيف وما النوع البيك انجر، قول يا كافي كان صر الجبين لشر، ما بتفوت كان نقطة من تفر، قولي عليه ناقص كل ما عبيه، سمح اخلاقه والخواه ما بعابيه، والده بيحمد الرب انه جابه صبيه، بار والدته ثم معاها بار ابيه، اخويا الديم اللي حوجت رفاق تنقضي، غرضك كالفرد اكد بقضي بقضي، ان احتجت في يوم لي حوايجك تقضي، قول لي خير وزين واعتبر امرك مقضي، اخوي ورفيق اخوته ما اخوة قدر، وبيني وبينه كيف سابع السما من شر، أخوي سبب الكريم لضيقة المضطر، للعداه يوما في من فر، في نطق الحكم للهاج بيصبح فدرة، واعي وحر كم كم للتصيح الرك، فداك عزيزتك كم جاك الهلاك تدرك، وما بكتب حرف إلا ما أحس بقدرك، من أصلاب رجال ندر من الجي عزلت، ما سمعوا بك اللخو في مصيبة خزلت، جهدك في البخاوي كت ليه وبزلت، للعادان زلزال تقرب زلزلت، قسم بي الله عاجبني وتحق كلامي، وما بتوفيك غافياتي وحروف اقلامي، يا كسراج منير ان زاد علي ظلامي، في ذاك الروح والمال والنفيس وغلامي، فيه صفات عجيبه ثم نادر نوعه، يفك الضيمه قبال تحكي لي موضوعه، اخوي فارس فراس تلبيل حقا مفزوعه، صفات فيه ما بتوصفه مربوعه، ود عباس اخويا وكوم عازل براه، يات من خاو عازيه بعزه معاه، انتو البيكم الغنى والسمح ببداه، والراجل مصمم للرجال تسعاه، اخويا النظم فيه بجيب زين وواسو، فعلي سر كالضاب بعقب العاس، اخوي عرض الرجال لا دار يوم لا كاس، والما عنده زين عند دنق الراس، مصيبة اخواني اهم مصيبة تهل ازماني، اقيف قدامه بالمال والضراع بساني، إن قصرت من واجب الأخو الخواني، لا رجال لا بتخاوى لزول تاني، إن قصرت من واجب الأخو الخواني، لا رجال لا بتخاوى لزول تاني. يا سلام ما قصرت معاك. الله يكرمك يا أخي. حنمشي طوالي لنير الأبيض والكبابيش، يعني عبد الله من أبناء الكبابيش اللي استقروا في الجزيرة، وبقيت ود منطقتين، والمنطقتين أي واحدة فيهم خلينا نقول التنافس بيناتهم من الكرم وللشجاعة وللسخاء ولغيرها من التفاصيل الجميلة، وأي منطقة فيهم عندها خصوصيتها. خلينا نعرف برضو عبد الله كتب شنو في الغزل في الفخر وفي المنطقة بصورة عامة، والكبابيش والجزيرة بالتأكيد عندهم تأثير فيك يا عبد الله. والله المنطقتين يعني مناطق كرم وشجاعة وتهيل السودان كله عامة بدون خصوصية. بقول من حلال نازل من حلاله عرقنا، وما تمادينا لحق زول مشينا سرقنا، أزعل ربي الله اللي بقدرته مرقنا، موت واقفين كان مخونا عرض رفقنا، وسيتواتنا
الرجونا ياها زمان لان خاوي الصعوب لان جالس النسوة نموت فقدين نويد نعز للسودان عشان ما نزعل الدعجة قرينا ولا أحمد ربي مما قمت أنزلت ترى يا أخويا فوق عزة ونشام ربيته يبشر والله أكرم الضيف حدار اللي انشبك سوميته ما تقنع على جارتك بس بيت الله يتبشر أحمد ربي حمدا منه حامد وشاكر أهل إشرافه ما فيهم بيصبع آكر أكان بتوسط الجارات وليهم فاكر أموت الليلة ما أستنى اليوم باكر أهلي شرافة عند الفرقة تب ما بكون سد كقا ما فيهم بغير لون بزع ربي الخايق النمل بعونه تمرق رحنا سد كان الصديق من خونه مرحبتين حبابها هل النفوس طيبة مرحبتين حباك ولا شكك لا ريبة ديل في الدواس حرم جراري قنيبة والمنقشتو يا الليمون روحه قريبة نحن القوة نحن العزة نحن الدانة نحن في المعارك كضب اللي بقول برجان وكسخن الجو صح قلب رطانة يبلي ذاته آمن واختنع يا فلان كبابيش أهلي ما بنحسب حساب القروش ونحن ولدنا الحراد بخش هتوش زقرة هسا الليمونة ست من هولي مصافة صغيرة الريسان تجي كشكوش يا سلام كبابيش أهل في غابة اللي صدوا يخش رجالا صح وكذاب اللي بقول لك خش هزول الصعوب من الأرض من قش والدائر الدواسي السمحة وقت الرش كبابيش نحن ساعين ومسيرين عرقوب وعارفين العمر لابد نهاية الطوب المنقش تحرم علي لقول الروب يبلي ذاته قال لا قانا برجع عدوب نحن نفزع المدروكة عليها نحاجب والله غدر عندها نحن فوق الحاجة بعد شلنا لزول الزمان معاجب الله يسلم انقصرنا من الواجب الله يسلم انقصرنا من الواجب لا لا ما بتقصروا اي زول مشى ارض الكبابيش وارض الجزيره عارف الكرم وعارف تفاصيل المنطقه وكيف انه هم اهل كرم واهل جود وده برضه بيودينا لانه بنلقى كثير من المفاهيم يا محمد وممكن في شعراء كتار من الدوبيت هم يتكلموا عن قضايا ممكن تكون بتهم منطقتهم بتهمهم هم شخصيا محمد كتب شنو في القضايا والقضيه كانت شنو احكي لنا تفاصيل القضايا يعني انا بستحضر نص يعني ما تم معي ايام يعني حاجه كده لحد الان ما اكملته لكن بديك منه مطلع نص كان شنو المناسبه النص بتاع. بيقول النص بيقول اللهم صل عليك يا حي والله بيقول يا دوله يا وطني العزيز خرطومنا اصبح متنكب عايش حياه الغابه فيك نص النهار فيه النهب ديل بيقلعوا في الضعيف زي تقول لاعبين لعب ما في زول بيقف لك خط امان والناس جميعا بترتعب ما الموت واحد يا رفيق ان درتوا او ليه ما بتحب وصانا خير العالمين قول صحيح مو قول كذب انصر اخوك ان يوم ظلم والظالم انصح ويجتنب ما بندم البلف البصيح خليك دليل للضال ذهب ما بندم البلف البصيح خليك دليل للضال ذهب ده بيورينا طوال انه اي حاجه انت تشوفها ممكن تكون بالنسبه لك تاثيرها فعلاً عميق ممكن طوال تكتب فيها فعلا لازم كمان يعني انت شاهدت حاجه لابد من تكون اثرت فيك او لابد من تكون ساقتك لحاجه انك تكتب عليها. طيب ما نمشي للمصادر يا محمد تسوق طيب للمصادر. انا بسوقك على قضيه حصلت علي بدري في بنك الخرطوم. طيب القضيه قال جيت افتح حساب لخدمه بنكيه لقيت حرجنان عيل في الطبيعة بنية الشيل حير أفكاري وقلاني قلية نظرة عين عكست دورة الدموية سمحة سماحة لحد السماح ما يكون ويات مين سمحة بسمحك سماحة بكون سماحة سمحة سمحت السماح في الكون ولولا سماحتك وين السماحة تكون سماحة اللخفة أنداد وسوابق جيله فايق نورة الطبق السبوح في الليل لو نجوا في بطن الأرض التخفيل وخدت علينا حملا ياخ جبال ما شيله كويت المتيم جنب جنب صفيحته في صدك مهالك والملهلبة تحته يا الشاي المجنن واللي قامك تحته هبلت الكبير والملتزم بيزبحته لين عودك ابي حمل سلام اللي فاصل المهرة ما خلقوا لك التنادي قلبي القايل صبار في المحن صنديد اتعبتيه وما خليت فيه وريد يريد الرايد هو اللي بيعرف معاني الريد اريد الكل ما تجفاه ليك بريد سمرت الريدة تدعب في حصادة شديد وقلب اللونسة ما بتحمل التعديد قال قلب اللونسة ما بتحمل التعديد عندك وجنة كل من شافة قال لا حول اسمح لي أبحر في خيالك جولة ذكراك خلتني كتر فيك لولا شبها ما هو شبهك انعدم يا المولى بياض الطرحة والنكش الملوى الرسمي كائن ذاته تدهش نوع نضارة جسمه
بيض خدوده أبعاك من رشيمان واسمه لا تعرفت لا شرم ولا عرفت اسمه بالتديمة بيسمح الفضائل باسمه نظم الفارغ قبالة نطق بتحسمه النظرات كان عينة الجبل بتقسمه قافل أخوك كركون في بلاغات قسمه يلا اللهم صل عليك يا حبيب الله يلا مدة طالت يعني التفاصيل الجميلة الموجودة داخل المساء تفضل كمل لا أصلا الموجودة فيها يعني بتدينا كيف انه الغزل لما يتكتب في الدوبيت بدي مساحة مختلفة وبدي طعم مختلف ودي ده بيوريك انه المنطقة عندها تأثيرها كبير حقيقة حقيقة في شعر الدوبيت بصورة عامة حقيقة ونحن برضو كمان ما نقدر نجحف في حق العم عباس والله صراحة هو وقف معانا وقفة غير عادية وغير انه نحن كلنا ابناء منطقة انه بيننا وبينه كمان في نسب يا سلام يعني علاقة أسرية ده طوالي يعني انا ما حامشي بعيد من الحته دي يا عبد الله بانه فعلا احنا في كل منطقه في السودان عندها خصوصيتها وعندها تفاصيلها وعندها يمكن الاشياء المحيطه بها اللي بتخلي اي شاعر هو يكون بالنسبه له المكان ملهم او البنات او الانثى بصوره عامه بتكون موجوده في المنطقه هي ممكن تكون بالنسبه له ملهمه عبد الله برضه من الناس اللي كتبوا في الغزل دوبيت ومسادير وغيرها كلمنا عن واحدة من المرابيع اللي انت كتبتها انا بنديك في الغزل طبعا بين لغة البادية مفرد البدوية رباعيات وبشلك في القصيدة بلغة عامة جميل مفرد العام اسمع ضمير الجاوة من الدامر وطات نهار وقلب البلفض الفاضي بكبها نار انا اللي خلتني ادم والوقيف واحتار اصرت قلبي لا من ولع النار رقافة المخدر عود وقلب البلفض الفاضي بكبها رود مهرة عندي كالتاجر بذل مجهود وما هقري ويا اخي الله بعيدة بلود الضرباني بنخوسه وحديثه بلنجه قبه لك فلانه وفرغاها طبنجه القدمين يا اخي الله بتدمج تنجمال الليله من تالانا اخذ ضغنجه شبه المرقع عصريه في ضواحي لباجه جمالها طبيعه ما محتاجه من زول حاجه العشاق يا اخي الله واقفين كاجه فكت فيها ده انت الاربجي الهراجه وين يا الكهلي وين الفوق كم الحبر بتنشي مهوله منه على بتجي من غبر تبشر والله سيوف جناته بكبر يا خلايا كبري وراها دخلت في درب خريم الليبري يا سلام جبت السمحه من اللي عندي تنجي وتبرغناي عليك ما تفوق دفقي مو بين جبري اي لونك نفس الماس الاصيل والتبري البسلم من عيونك ديله جابر جبري الشعر الكبار الليله فيك انصب وجاد الغافي بالحرف الرصين انكبوا شيخنا البجرد اللالوبه برضه بحبوا شايل الليل ده ينقل في الرمان في عب يا سلام اسمك ذات ذاكنين فيه هبانية جسمي نيو تحرف من وسط متنية أقول لك حاجة عاشت للأراك النية كذي مبسوط تجير توبك تعالي لي عذاب الريدة في جوايا حتى ما تنزل سبحان الذي لأنشاها عوتا معدل بسطونة وسويسرية وحريرة مجدل تجر خطواتها تتمحل كذي تتقدل وين الريدة في شريان دي ومكرر وين الحب وحفظ وحاشة ما بس نحن نجيبنا من بالتطلب صدغرب غفر الحارس بقتل يا أخي حتى ما جرب دافك في عذاب السمحة ساي السيل بقيت يا حلوة لا بعرف نهار لا أقول لك حاجة قصبت مناص حني كان بمراضي أسكن في عيوني يا سلام مرحبتين حبابك يا أخي بارك جيد جمالك ذاته ما لاقاني من تبيت مدة إنت ليدي السلام غبيت شاي بيت من تاني بس موعد كثير الشاي فوق درب السميع حبعاتي ومو خاف الردة يا أخي الله يا كاتل وكاتل قبلك يا أخي في حور الغرام أنا حاتل بكره ضل ونسلم علي بكاتل بكره ضل ونسلم علي بكاتل يا سلام يا سلام الدوبيت بصورة عامة عنده ارتباط كبير شديد بالمنطقة وبتفاصيل الحياة اللي انتم بتعيشوها أيوة. خلينا نقول حتى في الفرح بتلقى في كثير من المربعات اللي اتكتبت في أيوة. في الافراح واللي اتكتبت في المناسبات واللي كانت توثيق أيوة. حقيقي لعلاقة أيوة. من الجيرة الاخوانيات فعلا. التفاصيل اللي بتكون بينك وبين العريس فعلا. واللي دي بتكون هي موجودة في كلمات وفي مربعات ولا زالت محفوظة حتى الان برضه في التضحيه قال في الزواج قال له مبروك يا عريس والزوجة تنعم بها تديك البنين وانت الحنان تديها تسعيدة في زواجها وتبقى كيف والديها تصبح لها توبة وسترتها وعينها نبارك لك بيتك فيه تزع الديمة يا كلي عزة فوق العزة زايد غيمة نفسك ذاتها يا أخوي العزيز الكريم ويت الستر للرايق النزل هضليم فدي قادتني لأنه برضو نحن ندي أم الأولاد حقها وفي البيت برضو زي ما أنه
عندنا جانب في حاجه زي دي نشكرها ونقدم لها التحايا والله يا ام لارين. دي حاجه جميله جدا، دي مهديه لام لارين. ايوه نعم لام العيال. طيب نسمع. قال اللهم صل عليك يا حبيب الله، كيف مسيتي يا بنت البسك نجواري، ليك شواقي يا ست الحنان سداري. كيف مسيتي يا بنت البسك نجواري، ليك شواقي يا ست الحنان سداري. أعد المولى يا ليك البدك في ساري، تصبح تاج لا من يكتمل مشواري. مرتل فيها كم كم بالشعر غنيت، يا كل غالية نور عيني وأمينة البيت. يا كسر رئيتي وكل ما تمنيت، ومن ما عرفت جدتنا ليك ما وصيت. يا بتبل شكرني ليكي بتحقيه، وام اولادي والدرس الزمان قاري. كيف يا الغالي يا طيفك دوام طاري، وريد لي غيري كنت انا اصلي ما بديه. كيف والكيف هزات واظن من عينيك، ضمانك في غيابنا كيف ضمان الشيء. انت الغالي وانت النادر والحابيك، وبطلب ربي من عين الحسود ما اجيك. ما بتقول تعبت وماني قادر اسوي، ما بتستنى امرأة كان اقول لها سوي. ست واجبات وليل ما بيبقى ليه تسوي، كل ما قلت شيء قالت لي فيه وبس. اللهم صل عليك يا حبيب الله. بالتقديم ب محمد دي لو نسيتها بعدين ما حتتعشى. لا لا ان شاء الله لو نسيت المقطع حقها. والله يا اخي والله ما قصرت معاها يا اخي، ان شاء الله ربنا يحفظها ويخليها ان شاء الله يا رب. والتعبير بصوره عامه يعني من خلال الدوبات في تفاصيله المختلفه وتفاصيل الدوبات بكل اللي فيها من جماليات. انا حامشي بيك لعبد الله، لانه في كثير من الشعراء اللي بيكتبوا للاغنيه في دوبات. عبد الله كان منهم، والاختلاف ذاته بين انك تكتب لاغنيه وتتغنى المربعات بصوره عامه، سواء كانت المسادير والشاشاي والبوشاي وغيرها من التفاصيل للدوبات، انها تتغنى وانها تكون نص بسيط قري. والله كتبت اغاني وجزء اتغنى وجزء لسه ما اتغنى. يعني ذات الكتابه بمربعات العمود الطويل عندي للفنان له التحيه ابو بكر الدلوادي. كتبت الأغنية حروف خمسة يا دكتور، واسمك جايبه بالإسمار. كتبت الشتيلة وقايمة في الخيران، ديلا تغنن وسجلن. يا سلام. بعدها عندي أعمال مع فنانين جدد. طيب ما تقول لنا واحدة من النصوص اللي تغنت. النصوص أنا تغنت حروف خمسة يا دكتور، اسمك جايبه بالإسمار. حبيبي أحبك، أي لاف يو، أقول لك إيست أقول لينو، أقول لك إيست أقول لينو، جمالك زيه ما بيبو. سيري بريشن تعالي قريب، جسمي واط حبيبي حبيب، جسمي واط حبيبي حبيب، ونارك باقة فيني لهيب. دبلي يوم معاه جي، أموت لو خدت حرف الدي، أموت لو خدت حرف الدي، مسهر عيوني والدبل. جيبوا ليه خدت لين، طلع زولي ظريف وحنين، طلع زولي ظريف وحنين، وحاط اسم الله مشتاق. دي من اللي تغنت. دي مشيته برا خالص يعني، من العربي دخلت فيها حتى كلمات اللغة البدوية حتى لغة حديثة انجليزية. جميل. برضو انا حسألك نفس السؤال يا محمد، بانه الفروقات ما بين كتابة للاغنيات وما بين الكتابة للنصوص، وهل عندك برضو اغنية او نصوص مغنى؟ في نص انا عرضته لأسعى حاليا في التلحين فما يتغنى، لكن يعني بيقول يا زولة مبروك الغرار، والدرتي يا داب بدر، هل ما ظني أتعب بوراك، لا بسألك لا بتلقي هل. يا زولة اخترت البعاد، من زول هرادك رد جهل، خلاك وردة عبيرة فاح، خليتي للدمع بهل. أداكي أحضان الأمان، أبقيت ليه كما الأهل، وربطت جواه الوعود، ممدودة لي عمر الكهل. مسكين هو مشتاق للغاكي، وجاري فيك جير الضهل، وآخر وعودك ليه زيف، وخزلت لا من اتزهل. يا زولة ما كان ليك ري، دفقتي وديتي السهل، جايكي كيف صايم الهجير، عشمان معاك يلقى النهل. عيشتي في احلام سراب، خدتاكي في الدعاء وابتهل، ومناه كان بس زفتك ويجيكي ساير بالله. يا قلبي سويت العليك، هو براه ليريدك جهل، عاملت بنضج العقول، جازاك بطبع الجهل. واجهت في شان الخلوق، حاربت بالسيف والصهل، الا الختام محكوس عليك والطعن جاتك دون مهل. يا زول في ودحت الكريم، وجهتني بالقال الحلل، شكوايا لي سيد الوجود ما بيكسلي فيك الحلل. واخر كلامي بقوله ليك، يا صدمتك كيف الشلل، معروف منطورة الرشاش لا ما فيها لا ناكر البلل.
معروفة من قرة الرشاش أو ما بيلانا كلا البلد. أقرب ما تكون للنصوص الحديثة يعني فعلا. الشعر هي ما أيوة. ما قريبة للدوبات بصورة يعني عامة. ما هي للنحلة الأغنية وكده يعني. دي الاختلافات الممكن تكون موجودة فيها. أي شاعر يا عبد الله بيكون عنده واحد من النصوص المحببة له والحبيبة اللي بيحس دائما إنها هي اتكتبت في وقت ما وكان عندها ارتباط روحي كبير بينها وبين الشاعر، حتختار لنا شنو من النصوص اللي عندك تهدية للمشاهدين؟ النصوص اللي تغنت أي نص أنت قريب لك وبتحبه يعني سواء كان مغنى أو سواء كان هو مصدر أو دوبات أو غير. رباعيات في الحكمة. جميل. يعني بحبها شديد والله. ممكن مطلوبة تستمع. جميل اسمعها منك. والدك بر وقبال الزمن ما فات وجارك ما تقاطع سواليك سيات. في يوم الغيامة بتنجب الصلوات وزر خير عشان باكر تنين الحسنات. اتقي ربك امسك قوي في صلواتك اركي الصبة. كان المصايب جاتك احفظ عرضك وايضا اعرض جاراتك بنات الناس دي كلها في النهاية اخواتك. ابوك ما سمعوا كلمة تزعل ليك وحذر تاني حذر من غضب والديك. نصيحة بقولها والآن بوصلها ليك اقرا تعلم القرآن ترى بيوريك دار اوريك ركز عليها اوقاتك باب الجنة فاتح بتخشوا بصلواتك. المال والبنون ما بيغفر سيئاتك زين الدنيا ما بتلقى هيت في مماتك. اطرح وشك احترم الصغير والشاي صلي وصوم وخليك تايب دار اوريك في الدنيا الملانة عجايب كان باريت حرم لعمار مك جايب وكان بريد حرم لعمار مك جايب. يا سلام يا سلام. التجوال في الدوبيت بصورة عامة بضروبه المختلفة يعني بنمشي من الإخوانيات للمربعات للمسادير اللي في 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 بعض المناطق الجراري والشاشة والبوشان وغيرها من التفاصيل دي. محمد عاوزينك تقول لنا واحد. أنا عايز أمشي معه في طريق الحكمة. جميل نسمع منك برضو. قال حرف الغافي أوعق به يوم تتعالى والكلمة اللي بتجرح للرفيقة ختالة. إن مديت صدقتك هزيبة وأخفى لقولك خلو زو معنى وبيان ورسالة. مهما غني بحرفي وجيت تمكينه لا بجرح بزول لا بكلامي بهين حسب مفهومي والمعنى البدور تبين والراجل مواقف ثم خلقه ودينه. نقول أقدار مسطرة من حكمة الوافي يوم تقضي المهندم ويوم تمشيك حافي. الزول اللي بيسألك عنه أصبح عافي خليك ذو خلق يا أخوي وخليك صافي. الراجل انوعد ليه وعده حقه يراعي في الجد والمزاح خليك دائما واعي. وقر للصغير والكبير ليه وراعي كلمات اللي بتجرح ما في ليهن داعي. السوى الجميل ما بيرجى منه ردود وما بتساوي قالوا إن البخل والجود. إن خاويت أخاول في المعارك دود لأنه الفاقد الشوف للخلق ما بقود. قال لا عمر الكون محدد للخلق تدبيره والدرب الوعر حتما بعرفه خبيره. خاوي اللهل في درب الصلاح بسيره مستارق صعب يطلع يفارق سيره. راعي الجيرة واللخو فيه اوعى تفرط ابليس هين وما تخليه ليك يورط. صين النفس وحذر ليها شدد قري ضابطا خاطع عروضك وانت غالي الشرب. النظف زراحته البودة تعدم ارضه واستويته في بوق بينطبق فيك برضه. ما بتقرب برازيل كان قمت صليت فرضه والقدد عروض الناس بقدد عرضه. مالك صين وحزر انت من اللي خبيته ما بيفسد جناك ان بالحلال ربيته. بقدم لك وقول ان درت ولا ابيت يزن الزاني حتى لو في جدارات بيته. قال ابليسك بزين لك فعايل السودة خليك ملهي تنفخ في قرب مقدودة. روحك عندها ايام بالحساب معدودة ممكن تمسي منك يا رفيق ماخوذة. ما تنغش يا صاحبي وتكون وهامي في يوم السؤال حين بتذكر كلامي. بعدينك هناك تلقى الحساب بنظامي لا بتنفع حجج لا بتلقى ليك محامي. يوم تتكلم يديك والرجول شهدان تشهد بفعايل السيت في السجمان. تبقى شهود وتصبح بالكلام نطقان يقول ليك انطقنا الذي سوان. اعن التوبه يا هب ترضي للمعبود ويا بخطل بيصدق للحرام ما بعود. شان في الاخره تاخذ ثمره المحصود توب يستغفر العمر يا رفيق محدود. واستغفر العمر على رفيق محدود. وللأسف حتى المساحة اللي بتجمع بينه وبينكم محدودة. إحنا عاوزين في مساحة أخيرة ناخد مجادعة بينك وبين عبد الله تبدأ لنا وبعد كده نمشي لمحمد. ناخد مجادعة بينكم الاثنين في آخر المساحات. تعالوا تلموا يا ناس راعوا ليه قلت بقلع من منامك كان سمع ذكرت
غلطت فيها غلطات، تقول لي كيف غلطت؟ اي كيف غلطت؟ شارت قلبي كوس لقيته في شنطه. يا سلام، قال اديبتا ما سمح صوت في غياب والها، ما دخلت مجادله في كلام موليها، حشمه وزوق ودين فعلا حسن فاليها، شاف على الحله ما كسرت كلامه عليها. يا سلام، منك قلبي طول ناجي، ونظره عينك العاشق تريد مواجه، عندك قلبي بترصيها كده بيتفاجئ، خايف نصك يمشي وتاني ما يجي راجع. اللي جات مرابنة تتقدل ترص في خطاها، يا حافظنا احفظ من عيون حاسدها. اديب تن في الوغار يا اخي اللي ما احلاها، كيف ما اغني في الزايد جمال حياها. يا سلام، سيدة واضة صنفت والرواية مفرن، عود البان دعوت اللصل جاي ممر، تقيلة خطوة تتقدل كدي وتتحرم، فريدة نوحة بالبقيات ولا بتتغرم. يا سلام يا سلام، قال لها ما في مثلك المزيونة واحد عدك، الغاز الجنابك ما في شيء من ردك، العاجبني يا الفطيب بغمر ندك، ان سالمتي خاتت التوب عليك في يدك. يا سلام، مشتاق ليك عارفك برضه لي مشتاقه، ما بيدنا لكن الايام فراقه. اقول لك حاجه يا زول الخضر تدقاقه، خايف الدنيا تكمل وتاني ما نتلاقى. يا سلام يا سلام، خايف الدنيا تكمل وتاني ما نتلاقى. قال لها اللهم صل عليك يا حبيب الله. احنا نختم بها كده، خايفة الدنيا تكمل ونحن ما نتلاقى، ونحن إن شاء الله حنتلاقى مرة ثانية وحنتلاقى في مساحات أكثر وأفضل وأحسن بكل الجماليات لشعر الدوبيت والثنائيات الموجودة فيه ولتفاصيله الجميلة ولبحوره المختلفة والتنقل في داخله ما بين المربعات والأكوانيات والمسادير وغيرها من التفاصيل الجميلة والسمحة. شكرا لك كثير عبد الله بخيت الكباشي، شكرا لك ولوجودك وحضورك معنا. الله يكرمك. شكرا يا أستاذة، أنا والله عندي ناس يعني كثيرين شوية كده، بس ما إن شاء الله ما أعثر عليكم بدقيقة دقيقتين للتحية. تفضل. التحية للخال العزيز الشاعر عباس الدلايسر، والتحية للوالد العزيز بخيت ود الهرم، والتحية للوالدة العزيزة مدينة بنت العسر، والخالة العزيزة نفيسة بنت العسر وابنها محمد عباس البلة، ومحمد بخيت الكباشي أخويا الأصغر مني، والتحية لغرية عدار، والتحية على راسهم أحمد موسى قريقد وأسرته وعبد الله مكاوي وياسر سعيد أخوي وحاج محمود والتحية للخروع القديمة، تحياتي لوليد البصري أخوي وأسرته بالخروع القديمة، والتحية لأي زول بعرف عبد الله بخيت. نحن كمان بنحييك والله، احنا كمان بنحييك وبنشكرك كثير يا عبد الله بخيت، وكمان لك ذات الشكر محمد علي ود البقعة، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك، وانا كمان والله بحييك انت وبحيي التيم العامل بقناة الشروق، وبحيي من هنا اخوي ابراهيم عباس ود العسر وابوه بمثابة المدرسة لنا، وبحيي الشاعر محمد الطيب خلف الكواليس، وتحية خاصة لأخوي اللي هو بمثابة الأخ الأكبر علي محمد الزبير موهوب وأسرته الكريمة كلها، وبحيي كمان سعيد أخوي الأصغر مني سعيد علي عبد الله، وبحيي بلة عبد الله، وبحيي الوالدة الكريمة وحيي أبوي. والله يا جماعة عفوا لي كان نسيت فيكم زول، لكن والله كلكم عزاز علي. نحن بنحييهم كلهم ولكم انتم كمان ولكل شعراء دوبيت في السودان بمختلف مناطقكم. ما اجحف في بلة عبد الله وعبد الله بلة، والله يا جماعة يعني حمد علي محمد الحاج ومحمد علي محمد الحاج كلهم لهم والله التحية. كلهم لهم التحية يا أخي. نحن بنحييكم كمان وتحية خاصة عشان ما أكون نسيت الزوجة العزيزة أم لارين أهم زول. أيوة نعم. الله يكرمك، ربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لكم كثير.